اليوم جمعية مبادرة شباب المغرب انضمت واحد القافلة تضامنية هنايا في دوار تجدير قيادة أسني في إقليم الحوز اللي غادي تستافد منه 108 عائلة اللي تتسكن في هذا الدوار. هذا الدوار هذا اللي هو فريد لأنه كاين في واحد الارتفاع ديال 2400 متر على 2400 متر هنايا في جبال الحوز. كيف تتشوف دابا كيف تيجيو جميع الإخوان؟ فحنايا كنا حاولنا بعد الدوار هذا نجيو عندو نهار الحد وكان الطريق محبوسة. هذا الدوار هذا اللي تعاني من الشيء الكثير، وهذه التفاتة صغيرة جدا من جمعية مبادرة شباب المغرب أولا بعدا باش تكون واحد التواصل مع هذه الساكنة هذه، وتنحاولوا نديروا معاهم واحد الحاجة اللي هي صراحة ماشي كبيرة، هي قليلة في حقهم، ما كرهناش نقدموا لهم الشيء الكثير، لأنهم أنت تتشوف بأنهم بعدا أولا تعانيوا من انخفاض الحرارة هنايا، كيف تتشوف بأن الدوار تتغطى بالثلوج كامله، الدوار بعض المرات تتقطع 4 أيام 5 أيام، هما اللي قبل كانوا هنايا في عزلة تامة. إذا هذه واحد التضحية اللي هي حنا تنحاولوا نشوفوا الناس اللي هما فريمون محتاجين لينا، والناس اللي هما أي حاجة جبتي لهم تحسوا بأن الشيء الكثير. الرسالة اللي غادي نوجه للمواطنين هو مثل هذه المبادرات هذو راه ما تيخصهمش يكونوا غير موسميين، هاد الناس هذو راه طول العام هما محتاجيننا، وبأن هادشي خصو يتعمم، هادشي خصو يتعمم، خص تكون واحد الالتفاتة من عند المجتمع المدني، من عند الجمعيات اللي كاينين هنايا في جهة مراكش أسفي، باش هاد الناس هادو نقدروا نوفروا لهم واحد الشيء اللي هو بسيط باش ندخلوا عليهم الفرحة. وبالنسبة للسلطات فأظن أن السلطات راه دايرة واحد الالتفاتة، راه كان عندنا تواصل كبير مع السلطات، وما كرهناش بان هاد الناس هادو راه كيف شفتوا راه الاخ رئيس الجمعيه قال لك بانه السبيطار راه بعيد عليهم هنايا ب 4 5 كيلومتر، وبعض المرات راه تتحبس عليهم الطريق. فهذه رساله من الناس المسؤولين بانهم تكون واحد الالتفاته لهاد الناس هادو، ويجيو يجلسوا معاهم ويلقاو معاهم حلول لهاد الناس هادو، راه ما عندهم لا مدرسه الكوليج هنايا لا سبيطار لا حتى شي حاجه، الشيء اللي ما يمكنش تقدموا لهم الجمعيه لانه ما داخلش في الاختصاص ديالنا، ولكن الاختصاص ديالنا هو نوصلوا الصوت ديالهم ونوصلوا المعاناه ديالهم للمسؤولين باش يلقاو مع هاد الناس هادو. وتنشكر جميع الصحافه اللي جايين عندنا، وتنشكر الجمعيه اللي جات لهنا، وتنشكر على المساعده ديالهم، وتنشكر جميع السلطات اللي داخلين معنا اللي دار الحل معنا باش نفرق هاد الشيء للناس اللي جاي للدوار تجدير، والناس اللي جايين هنا حتى نرحب بهم بزاف، تنشكرهم بزاف. حنا عايشين هنايا راه صعيبه شويه، راه كيكون الثلج تيكون البرد، والناس في هاد الكورونا هادي راه محتاجين بزاف، والناس اللي فين الدوار هذا اللي كيتعاونوا معاهم راه الناس ما فحالهمش. في مدرسه كاينه والسبيطار راه كاينه في فونليل شي 4 كيلومتر ولا 5، الناس تيصبروا بزاف. اذا كان شي حاجه راه تمشي لاسني، اذا كانت شي حاجه مريضه بزاف تمشي لاسني، اذا كان هنا يدي البغلة ولا ماشي راه بعيدها شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو